أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من حصة البلاد اليوم موضوعنا الأساسي للنقاش في حلقة اليوم هو عن الهاشتاغ هاشتاغ معركة تحرير ذاك الشيء الذي لقي انتشارا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين لهذه الحملة معتبرين أنها تهدف إلى تحرير الوعي الجزائري من رواسب وصفوها بالضارة وبين معارضين الذين وصفوا الحملة ومن يقف خلفها أنها تغرد أنها تغرد خارج سلب المجتمع الجزائري وقيمه طبعا قبل أن نشرع في مناقشة هذا الموضوع مع ضيوفنا الزميلة نهى زحاف وفقرة الرابعة اليوم تجمع لنا الرواسد وأسواق الكلام والكواليس أهلا بك نهى أهلاً بك علي أهلاً أم. بكم مشاهدينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير إذا علي حديث الرابعة اليوم رصد العديد كما قلت من الرواصد والأخبار أسواق الكلام والكواليس كذلك وأهم العناوين التي رصدناها علي كانت من المحور لا توظيف في الوظيفة العمومي أم. ومن وقت الجزائر سبيسيفيك في حملة مسبقة ومن الصوت الآخر من يهدد سعيد نغزة وفي التفاصيل علي كتبت جريدة المحور في صفحة الغربال تقول لا توظيف في الوظيفة العمومي حيث وجه الوزير الأول عبد الملك سلال تعليمة إلى كل الأمناء العامين التابعين للوزارات الولاة المفتشية العامة للوظيفة العمومية وكذا المديرية العامة للميزانية توصي بتجميد التوظيف في القطاع العمومي بداية من الواحد وثلاثين من ديسمبر الجاري وقد صدر نص التقديم في العشرين من هذا الشهر واستثنى مضمون هذه الأخيرة عملية الاستخلاف في المناصب الشاغرة التي يستوجب إيجاد عمال لها يبدو أنه علي سنة 2017 ستنذر بالمزيد من التقشف على غرار سنة 2016 اكيد وتلما يقول يعني الجزائريون بالدرجه كانت بياناتكم كيما هاك يعني انه اذا كان نفس الظروف ونفس الامور ونفس الحقائق الاقتصاديه والوضع الاقتصادي الذي اوصلنا الى التقشف في عام 2016 هو نفسه ما زال متكرر مع ارتفاع طفيف لاسعار البترول كما تقول الرياضيات هي... نفس الاسباب نعم. تؤدي الى نفس النتائج تؤدي الى نفس النتائج انا م. اعتقد انه اذا كانت عام 2016 سنه التقشف سنه 2017 سوف تكون تقشف بلس 1. تزيار أكثر يعني في فيما كتبت علي وقت الجزائر في صفحتها همسات تقول سبيسيفيك في حملة مسبقة حيث لا يزال النائب الطاهر ميسوم الملقب بسبيسيفيك يثير الجدل مرة أخرى وذلك من خلال مغازلته لسكان منطقته عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك من خلال استبيان يحاول من ورائه القيام بحملة انتخابية مسبقة تحسبا للتشريعيات المقبلة قائلا هل أنت مع أو ضد ترشح النائب الطاهر ميسوم لعهده برلمانيه جديده في وقت لم يبقى من العهده التشريعيه الحاليه سوى اشهر معدوده. سبيسيفيك يثير الجدل دائما سواء داخل البرلمان او خارج البرلمان. طبعا المتحدث. هو دائما سبيسيفيك، هو دائما ما كان في ما يقوله ومداخلاته في البرلمان كان دائما معارضا للسلطه وكل ما تاتي به السلطه في يعني التصويت كان يلهب حماس نعم الناس على ربماً على اوجاع على الت... نعم التعديل الدستوري سبيسيفيك مم. يعني خرج عن سرب المعارضه و... ودخل في الصف و... نعم وقال نعم للتعديلات الدستوريه هو قال مرارا وتكرارا بانه لن يترشح وهذه الانتخابات المدمر. لكن انا اعتقد ان هذا الاستبيان يعني وكانه يمهد حتى نطبع مع سبيسيفيك مترشح وهذا ما ربما يرسف رغم انه لم هو لم يفصح عن نيته في الترشح فقط سال وقال ان كان الناس مع او ضد ترشحه وهذا يعني مثل ما يقال المكتوب يقرا من عنوانه الاستبيان وهذا ما يوصف مجددا سبيسيفيكيه سبيسيفيك <applause> <applause> ننتقل عليه الى جريده الصوت الاخر التي تساءلت في صفحتها الوجه الاخر تقول من يهدد سعيده نغزه حيث تعيش رئيسه الكونفدراليه العامه للمؤسسات الجزائريه السيده سعيده نغزه على اعصابها هذه الايام وذلك اثر تلقيها لمكالمات هاتفيه مجهوله المصدر تتوعدها وتهددها في حياتها وحسب ما علمت الصوت الاخر ان سيده الاعمال نغزه راسلت رئيس الجمهورية والوزير الأول طلبا للحماية في تحميل للمسؤولية الشخصية المعروفة كانت نغزة قد أعلنت عليها حملة إعلامية في انتقاد لاحتكارها لسوق المال والأعمال والمهم في القضية أنها ليست المرة الأولى التي تعرض فيها السيدة نغزة لمثل هذه التهديدات بهدف إرعابها وثنيها عن انتقاداتها العلنية لذات الشخصية المعروفة مع التذكير أن المعنية اتهمت المحيطين بالشخصية الكبيرة بأن وراء عمليات ارعابها وتهديدها في ابنها الوحيد. علي سوق المال والاعمال في الجزائر يعرف التهديدات. طبعا وهذا امر عيدنا. مدان طبعا وامر م -م. يعني يثير القلق ويثير الغضب ويثير الادانه ايضا اعتقد أن تهديد شخص ما في حياته او سلامته او سلامه افراد عائلته كانت امرأة اعمال رجل اعمال فقير ام ايا كان هذا الشخص فهذا التهديد مدان وغير اخلاقي لانه يمس بالذات الانسانيه نتمنى ان شاء الله السلطات المختصه تاخذ الاعتبار وتعيد يعني الطمانينه للسيده نغزه ولغيرها من المهددين وربما يتلقون تهديدات أيا كانت الشخصيه المعروفه أكيد. ولا القويه ولا الكبيره التهديد واي كان مصدر التهديد طبعا ننتقل عليه الى عمود اليوم المقاله التحليلي الذي اخترناه يعود للكاتب الصحفي في جريده الخبر سعد معقبه الذي كتب يقول هل يخنزر البارونات سوق البطاطا من جديد كل الناس تعرف ان القضاء على ازمه البطاطا في الجزائر كان الفضل فيه للمرحوم قاضي مرباح الذي وضع في اواسط الثمانينات خطه وطنيه إنتاج البذور التي كانت تستورد من الخارج بنسبة 100% فأصبحت تستورد بنسبة 40% فقط. في عهد بومدين وفي نهاية 1979 حدثت أزمة البطاطا الأولى وعالجت الحكومة الأزمة بالإستيراد وبيع البطاطا للفلاحين في سوق الفلاح. وفي أواسط الثمانينات حدثت الأزمة الثانية للبطاطا وتم إستيرادها من إسبانيا وفرنسا ولكن وزير الفلاحة مرباح وضع خطة حتى لا تتكرر الازمه ومنذ ذلك التاريخ لم تتكرر لان مرباح حل مساله البذور جذريا فاصبحت تنتج كليا بنسبه 60% لكن 40% البقيه يسيطر على استيرادها اربع بارونات وتمكنوا منذ ثلاث سنوات من احداث ازمه البطاطا التي جعلت البلاد تستورد من جديد بطاطا الخنازير من كندا لتصحيح وضع السوق اليوم البارونات الاربع الاربعه الذين يسيطرون على السوق بنسبه 40% يريدون رفع نسبه سيطرتهم على السوق الى 60% وعندها سيفعلون بالسوق ما كانوا يفعلون به من قبل والوزير الحالي للفلاحه لا يبدي اي تنيه في ضبط هؤلاء وبالتالي يضع مستقبل انتاج هذه الماده الحيويه الاستراتيجيه في خطر داهم لتخليص منتجي البطاطا من سطوه عصابه الاربعه مستوردين للبذور يجب ان تشجع الدوله الفلاحين الصغار بالانتظام في تعاونيات لإنتاج البذور لضمان الاستقرار في الإنتاج والاستقرار في السعر والسوق وضمان عدم المضاربة من طرف البارونات حتى لا ينخفض السعر بما يدمر الفلاح الصغير ولا يرفع السعر كذلك بحيث يدمر المستهلك ويضيف سعد بعقبة يجب كذلك إعادة الاعتبار لسمعة البطاطا الجزائرية في العالم كما كانت قبل خمسين سنة إلى جانب جرنون سيج المشهور وزيت الزيتون القبائلي والكرموس المجفف لمنطقه القبائل ودجله نور البسكريه وتومسون بوفاريك ويوسفي سكيده والغرب اذا سعد بوعقبه في المجمل يقول يجب اعاده الاعتبار لكل ما تنتجه الجزائر والذي كان قبل الان خضر وفواكه الجزائر كانت قبل خمسين سنة أكيد. من الآن كانت من أشهر وأجود المنتوجات على مستوى العالمي يعني وحتى حتى لا نقول على المستوى الإقليمي فقط فعلا هو ربما ركز أيضا على قضية البطاطا البطاطا التي يعتمد عليها ربما غالبية الجزائريين للتعامل مع أزمة غلاء الأسعار باقي المنتجات تحولت البطاطا إلى أزمة نحن نتأسف لماذا آه نترك جانبا بطاطتنا الجزائرية سواء تلك البطاطا التي تنتج في الشمال م. في سهول الشمال وأيضا البطاطا التي تنتج في الصحراء ولكل واحده عندها نكهه ولكل واحده عندها يعني قيمه غذائيه كبرى، على كل حال انه حتى ربما في تركنا كل شيء، تركنا مقوماتنا وبعد ذلك نرتهن الاستيراد، هذا الاستيراد الذي نضيع فيه عمله صعبه يعني بكميات كبيره وبمبالغ باهظه وحتى فيه مخاطر، هذه البطاطا التي كانت موجهه للخنازير اكرمكم الله توجه المواطن الجزائري يشتريها بالأورو بالدولار وهذا ربما ما يضيف الكثير من الامور السلبيه وهذه... اعتقد اعتقد وهذه انه هذا جل هذا ال... يعني جوهر هذا المشكل هو سؤال مطروح ماذا عندنا وكيف ينبغي ان نكون وكيف ينبغي ان نستغل امكانياتنا هذه هي الكارثه الكبرى اليوم ويجب ان نجيب على هذا السؤال علي حتى لا يصبح المواطن العادي يهدد في قوته اليومي يعني لم يطلب شيئا طلب البطاطا فقط نعم فعلا فعلا بهذا علي اذا ننهي حديث اليوم مشاهدينا الكرام في الغد نلتقي في نفس الموعد باذن الله شكرا لك علي شكرا لك زميلتنا وفقره الرابعه اليوم مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير كل شيء عن هاشتاغ معرفه تحرير ذاك الشيء اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى فقرة النقاش اليوم في حصة البلاد اليوم، طبعا كما اعلنت سابقا موضوعنا اليوم هو الهاشتاج الذي اثار الكثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج معركة تحرير ذاك الشيء، اليوم في نقاشنا اليوم سوف نستضيف ناشط من حملة تحرير ذاك الشيء، نحاول أن نعرف فيه نواياهم ونحاول أن نعرف أهدافهم والى ماذا يريدون أن يصلوا عبر هذه الحملة الفيسبوكية، ومعنا ناشط آخر ربما هو أعلن معارضته لهذه الحملة، طبعا اليوم نتمنى ان يكون نقاش ان نصل فيه الى قناعه معينه وان يعرف فيه المواطن ماذا تحمله هذه الحمله بين الراي المؤيد والراي المخالف، طبعا يحضر معي كل من السيد محمد خبزي وهو ناشط في حمله معركه تحرير ذاك اهلا بك سي خبزي. مرحبا. مرحبا، وايضا السيد فاتح بن حمو وهو ناشط وصحفي، اهلا بك سي بن حمو. اهلا بك، شكرا على الاستضافه. مرحبا، اذا بدايه ربما والبدايه المنطقيه ربما حتى لي انا والمشاهدين يعرفوا وش قضيه معركه ذاك الشيء التي صنعت الكثير واثارت الكثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي. سيخبزي خبزي بصفتك ناشط في هذه الحمله معركه تحرير ذاك الشيء اي معركه واي شيء؟ مرحبا اشكر قناه البلاد على الاستضافه مرحبا بك معركه تحرير ذاك الشيء هي مبادره من طرف شبان ناشطين فيسبوكيين أربعة شباب أنا محمد خبزي طالب صيدلة سنة خمسة بالقاسم بوبكر مترجم مدون فيسبوكي والصحفيين ناسيم إبراهيمي وحبشي زكريا صحفيين في دزير نيوز بدأت في مقهى شعبي طنطن فيل اسمينا مؤتمر طونطون في الواحد ريحنا وزن واحد واثنين كنا مريحين نحكوا وشي خاص وشنو نتفاهموا الحياة هذه دي واش خصنا في الجزائر تاع انا مزابي سيد قبيلي الاخر جا من جلفه نايلين قصرو صحاب حسينا هاد كاين حوايج بدنا الجهويه بدنا تطر بدنا بزاف مواضيع وكان كاين هاشتاغ من قبل كان صنع الحدث عنده كان في نفس السياق معركه بدينا نجبدو قلنا بلي كاين ماشي غير حاجه ولا زوج انه لازم نحرهم كاين بزاف حاجات ودرنا اشاره لذاك الشيء والشيء هدايا هو اي مره كل مره في موضوع يومي كنا نتحدو فيه في كل ليله نديرو نخيرو موضوع باين نحكو فيه ديجا هاد الهاشتاغ عنده غير خمس ايام وحنا رانا لاحقين 3000 مشاركه في مواصل يعني هذا في الشيء ما راهوش شي واحد راه ماشي واحد ولا وحنا حتى لدوك حكينا على اربع حكينا على أربع مواضيع واللي هي ثقافة التعايش الاجتماعي والتسامح الديني على الجهوية وحكينا على المهن المحتقرة واليوم على الظروف تندرس في المعركة لكن المعنى. لما تقول معركة معركة فيها خصمان على الأقل أه. يعني من هو خصمكم في هذه المعركة؟ الخصم هنا هو كل كل من هو يأسر ما نسعى إلى تحريره مثلا إذا كنا نقول على أنه الجهوية الجهوية هو أي شخص يكرس الجهوية سواء في التوظيف أو في التعامل في الأحياء أو في المدارس أو الترسيخ منذ الصغر أنه كاين تلاميذ في الابتدائيات أنه كاين إشارات إلى التلاميذ باسم الجهوية قبايلي مصابي شاوي عربي كل واحد يرسخ ثقافة ذاك الشيء اللي نحسه أنه غايب فنحن نواجهه سواء أن أي شيء أي وقت. يعني انتم تقولون ان هدفكم ورسالتكم هي رساله التعايش لا. رساله الجمع رسالة, رسالة, رسالة بغض رسالة النظر عم. عن الفوارق المختلفه هذه الفوارق فقط جهويه فوارق. فقط ام في فوارق اخرى يعني فوارق عديده يعني ماشي غير سواء جهويه او حتى مذهبيه او احنا في الجزائر ما كاين تعد كاين مذاهب كاين جهويه كاين يعني اي حفصه اي حاجه انها تعيق انسجام هذا المجتمع أوتوماتيك ما راح نسيون نشيرو ليها ونناقشوها نعم فاتح بن حمو الفكرة الواضحة التي طرحها سيد محمد خبزي هم يريدون الانسجام يريدون الجمع يريدون تجاوز الكثير من الأمور والحساسيات والحزازيات التي ممكن أنها تشكل عامل تنفير الجزائري من الجزائري الآخر راه الإشكال بالضبط في هذه الحملة أه، السلام عليكم مرة ثانية الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد شوف هو في الوصف تاعك انت وصفت باللي احنا ضد الحمله احنا ماناش ضد اي حمله او اي مبادره اللي تجيب الاضافه لهذا المجتمع سواء يعني كانت مبادره فرديه جماعيه راك مؤيد للحمله يعني اه طب اه اه دوك ما ما تحصرنيش ما بين نعم او لا احنا اي حاجه تكون فيها اضافه للمجتمع وتكون فيها اه تخلق روح المبادره نحن معها ولكن آه هذه المبادرات يجب ان تراعي خصوصيات هذا الشعب خصوصية هذا المجتمع والنسيج الاجتماعي لهذا الشعب. مثلا آه هم تكلموا على التسامح الديني، التسامح الديني لا يعني ان اصلي مع المسيحي في كنيسته او ان انني ندعوه انه يصوم معي رمضان كما وجدت في الهاشتاج يعني بعض التدوينات. انا مانيش نقول باللي هما مسؤولين عليها ولكن الناس كتبتها هذا هذا تعريف خاطئ للتسامح التسامح والتعايش اي دين اخر خارج عن الدين الاسلامي لم يعيش بحريه وبطلاقه الا في ظل الحكم الاسلامي يعني الدين تاعنا ماهوش ضد التعايش مع الاديان الاخرى اما هذه هذا شيء ثاني هناك المهن المحتقره هذه المهن المحتقره نحن نزاولها لا نتكلم عنها يعني حتى يكون الامر واضح اما من يتكلم عليها بهاشتاغ او بمقوله فعليه ان يثبت لهذه المهن المحتقره ان يزاولها او مثلا ان يكون لدينا مثلا كاتبه معروفه او كاتب معروف يزوج بنته يعني لعامل نظافه او ليزوج بنته لعامل لي لي كهرباء باش نشوفوا احنا هذه المهن المحتقره يعني انت تشوف هذه الحمله مازالت في اطار التنظير يعني الواقع بعيد عليها شوي هذه آه الحملة لازمها تهبط للواقع، لازم هذا الشباب راهم يقولوا باللي احنا حابين نحيو حواجز، يهبطوا للواقع يتواصلوا مع الناس، يهضروا مع الناس، يشوفوا مع الناس ويديروا مبادرات، وأي مبادرة اللي تكون فيها صالح للوطن وللدين وللمقومات المجتمع الجزائري نحن معها، أما الشيء الذي يكون ذاك الشيء وهو آه ضد المقومات المجتمع وثوابته سواء دين او عرف او ما تعارف عليه الناس او ما اجمع عليه الناس علينا علينا ان نتوقف عند بن هم ربما يقول لك انه هذا الاطار هذه الامور الموروثه هذه الامور التراثيه اللي جاتنا، الكثير فيها هم ما يقولوش باللي كلش فيها انما نسبه كبيره منها هي تشكل يعني عامل يخلينا ما نطوروش وعائق بين الجزائريين انفسهم يعني لابد من التحرر والتحرير على هذه معركة التحرير نعم ما ليش ولكن علينا تحرير الدقة يعني نقول هذا الشيء ونسميه بالاسم والموقع ونحدوا الداء ونحدوا له الدواء اللي لازم له اما نخليو الامر فصفة عامة صفة عامة فهذا يجعل انه كل انسان يقدر يتصرف فيها هذا هو هو هما يقصدوا بهذاك الشيء يعني انه انهم عندهم امور بزاف لازمها تتحرر ولكن لما تتناول قضية تناولها بالتدقيق وبالتشخيص وتجيب اصحاب يعني بالنسبه لك هي حمله غامضه حتى الان؟ ربما يكونون تسرعوا نلتمس لهم العذر، ربما يكونوا ارادوا ان يكون لهم يعني روح المبادره، احنا اي مبادره نشجعوها ولكن هناك مبادرات كثيرة دعني اكمل الفكره هناك مبادرات كثيره ولكن المبادره اللي تنجح ليس ليس مطلوب منها ان تنجح اعلاميا مطلوب منها ان تنجح بمعيه الاعلام إنجح النجاح الواقعي هنا لازم اي حاجه يتكلموا عليها او اي موضوع او اي يعني يشوفوهما باللي هذا عائق امامهم انه يروح كما نقولوا الى مكمن الداء خلينا نطرح هذه الاسئله ربما على السي محمد خبزي قال لكم انتم مبادرتكم فضفاضه مبادرتكم غير واضحه لم تحددوا اهدافكم بدقه وقال لكم انه خليته الامور يعني هذا الشيء خليته المفهوم واسع وكبير البعض ربما يروح الى ابعد مدى ويروح الى امور متطرفه في هذا الشيء وهذا ما يتماشاش مع المجتمع الجزائري ما يتماشاش مع طبيعه هذا المجتمع كونوا حذرين ما يقبله البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي ليس بالضروره ان يكون مقبولا لدى المجتمع الجزائري اولا حبيت نجاوب على قالك بلي شفت هاشتاغ وشفت مواضيع وناس <applause> اولا حنا رانا بدينا اربعه انطلقنا الحمله وجاو ناس صح وقفوا معنا في الاول وحاب نذكرهم بالاسم نذكرهم بالاسم باسكو صح وقفوا معنا من الاول ورفدونا وشاركونا وهما اللي داروا لنا منهم هاجر حمادي جلال حيدر بوسعد الزال استاذ سعيد جاب الخير حنان اوراس عبد الرحمن بالديره سليمان فرحات سليماني فرحات اسامه الكحل نايل البشير لكن هؤلاء ربما معروفون لدى في اما في الفيسبوك لكن في الفيسبوك هل المجتمع الجزائري يسمع بهؤلاء خليني نكمل معليش دقيقه برك حبيت هذو نحيو نحيهم علاش باسكو فهموا من الاول لو كونسيبت تاع الفكره تاعنا وكاين هذو كيما هاجر وكاين مجتمع اللي رفدونا وكاين ناس من برا اللي يسمعوا بينا كيما كاين كي ايمن عبد الرزاق صحفي في بي بي سي تاع تونس رفد معنا درنا دي بوبليكاسيون في التصوب في نفس السياق اعلاميه شيرين زايد في صدى البلد كاين بزاف ماشي واحد ولا زوج أحلى احلام مي ذكرتنا في هيئه يعني هذه الحمله, الحملة. حتف... فاتت في الحدود آه، الجزائريه الحدود الجزائريه طبعا عندنا تصاور عندنا مبادرات من لاس فيغاس من فرنسا من اسبانيا ما من كندا ناس صح وقفوا وحكوا حكاياتهم هذه العكس اللي حبيت نقولوا باللي الناس علاش تقبلتها تقبلتها باسكو على بالهم بلي كاينه حاجه راهي خاصه وفي قضيه عدم الوضوح نكمل الضبابيه الضبابيه دوك نحكوا على الضبابيه اولا حنايا كي قلنا ذاك الشيء كما قال لك لازم تحدوا اولا في ثقافه الهاشتاج كي نقول لك انايا معركه التحرير مثلا عفسه نحكي فيها وتموت والعفسه الدوزيام تموت ينسي دو سويت حنا حبينا حاجه تكون فيفونت وتكون عندها قادر تكون مستقبل إيفانمو وين قادر تنزل به للواقع كيما وقال بلينزو حنا ماناش كون بالعكس حنا مستقبل هاشتاغ ينزل للواقع حنا قادر هذا مستقبل هاشتاغ تاع عام ولا عامين ممكن جدا تاع إيفانمو قادرين نديرو لوغو ونجو حابطين وحنا كي لك بلي باش ما تبداوش اعلاميا تبداو بسمو نقول لك الاعلام هو اللي يفتح باب الواقع نهار تعرفك بالاعلام تقدر تصدم تصدم بوتشك صحيح على بالهم وشنو المبادره تاعك فعلا هذا الهاشتاج استطاع ان يفرض نفسه عندي. اوكي فرضنا نفسنا انا <applause> ديجا حنا مقال في جريده المحور او شايفو جزنا في دزاير نيوز البارح حصه <applause> استوديو الصباح زكريا حبشي والصديق بالقاسم بوبكر وضحوا لنا في حصه تاع 40 دقيقه وهم جايين مقالات واحد اخرين وعندنا اتصال من جرائد واحد اخرين وهم جايين حنا الهدف تاعنا الواقع ماشي نحبسو غير في الفيسبوك وكي نقول انا يا حنا ديجا انا نسيبليو اشاك فوا عندنا سوجي كوتيديان نديروه في الليل في الصفحه تاعي نديرون طاقين الحال الفاعلين لكن في هذا الموضوع وفي إلى أي مدى وفي إلى أي مدى تحرير هذا الشيء؟ المدى أي مدى نقول لك؟ أنتم احنا ربما، احنا بعض الأمور، أفسر. بعض الأمور، اسمح لي فقط، بعض الأمور يمشي معك المواطن بعض الأمور يتفهمها لكن لما تغوص وتروح للبعيد أه. أه. تبدأ بعض الأمور طبعاً وهذا جيد جيداً بني وهذا هو التحدي حنا التحدي وشنو هو سيكو نتايا اذا تبدل عفسه خفيفه الهدف ديالك أنه كل ما تصح كل ما تقوى كل ما تقدر تروح بعيد وكل ما تجيب كل حنا ما نيش وغير غير نبدلو ولا نحوسو على الاقل نطرحو الفكره للنقاش نعم فعلا استاذ اه 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 نحوس انا نقنعك قد ما نحوس انك نقنعك تريح ايوا النقاش نعم استاذ فتحي لنعترف انهم كانوا اربعه استطاعوا ان يهزوا الفيسبوك استطاعوا ان يجعلونا نبدا في مناقشه ما هم يريدونه من افكار فتحوا لنا موضوعا كبيرا للنقاش يعني لازم ان نعترف لهم بان فكرتهم اساسيا كانت مقبوله نوعا ما والا لما ما تعدش الحدود الجزائريه واصبح كتاب كبار وصحفيين كبار وقنوات تلفزيونيه فيما يخص هذا الكتاب الكبار بما يعني بما اشار انا ما ذكرتش كل الاسماء ولكن ماناش حابين ندخلوا في شخصنا ولكن سواء هاجر حمادي او جاب الخير او احلام مستغانمي هذا يعني والله كما مثلا جاب الخير وهاجر هذو ناس معروفين بنصرتهم للعلمانيه ونصرتهم ب ان يخرجوا المجتمع من المجتمع المتدين الى مجتمع علماني فيها هذه الامور من يا اخي انا ما قطعتكش خليني خليني نكمل يعني خليه على <applause> الاقل يكون نقاش يعني. ما يموتش هكذا يعني لا لا ما يجيش يموت ولكن ما لازمش نشتوا الافكار فعلا احنا نعطيك وقتك <applause> هذو ناس ينظروا للعلمانيه لان يفصلوا الدين عن الدوله ويحصروا هذا الدين الذي توارثته الاجيال على انه ممارسات فرديه تقام في في المساجد أو في البيوت وهنا يخلص المشكل بينما هو مكون أساسي في المجتمع في المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية هذا واحد البارح كانت كاينه محاضرة طرق أحد المحاضرين دون ذكر اسمه إلى أن السيد إسماعيل مهنان إلى, إلى أن إلى أن إلى أن الـ 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 الهوية والتاريخ حاجة ميتافيزيقية يعني عليهم ان يحترموا عقولنا يعني ما حاجه ماديه تقول عليها ميتافيزيقيه يعني سواء الهويه الهويه راهي ماديه راهي مكتسبه يعني هنا قادر واحد يجي يقول لك ثوره الزعارش حاجه ميتافيزيقيه يجي يقول لك واحد جهاد الامير عبد القادر حاجه مت... بالنسبه له. زيد يطرحوا يطرحوا مثلا الدوله قال لك الدولة يجب أن تعتمد على شرطان وهي دولة حداثية حديثة مسيرة للوقت اللي رانا فيه الشرط الأول وهو العلمانية والشرط الثاني وهو الديمقراطية وإحنا نعرف أن العلمانية تقوض وتقيد الديمقراطيه يعني اذا كانت عندنا نظام ديمقراطي يخضع ل... لعلمانيه متفق عليها لكن ه... ه... هذا هذ هو يعني قراءتك من القراءه الاخرى إيه. تقول لك إيه. انه إيه. جوهر جوهر الديمقراطيه يبدا من المبادئ العلمانيه هذه قراءتك لا لا, لا لا, لا 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 الديمقراطيه مورست في دول اسلاميه وفي مناطق واتت بنظم اسلاميه كاين اللي انقلب عليها مثل ما حدث في الجزائر في 91 كاين اللي انقلب عليها ثاني مثل ما حدث في مصر كاين اللي انقلب عليها مثل ما حدث في قطاع غزه وكاين اللي ما سمحولهاش باش تزاول كذلك لي. الديمقراطيه دعني أكمل الديمقراطيه اتت في النمسا باليمين المتطرف فانقلب عليه دعني اوكي خليني نكمل الجمله فقط عندنا فاصل فقط ثم نعود اسمح لي فقط تدني كان فصل قصير ثم نعود مع نعطي الفرصه للسيد بن حمو اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى الجزء الثاني من فقره النقاش اليوم في حلقه البلاد اليوم الذي نخصصه للهاشتاج الذي اثار كثيرا من الجدل انه هاشتاج معركه تحرير ذاك الشيء ويحضر معنا بطبيعه الحال كل من السيد محمد خبزي الناشط في حمله معركه تحرير ذاك الشيء اهلا بك سيدي مرة, أهلا بك. مره اخرى وايضا السيد فاتح بن حمو الناشط والصحفي اهلا بك سيد بن حمو مره اخرى سيد بن حمو قاطعتك في نهايه الجزء الاول يا ريت يعني تكمل فكرتك باختصار حتى يعني لا اطيل انا يعني ما كنتش حاب ندخل في شخصنا ولكن بما انني طلعت على الهاشتاج هو يعلم انني حتى انشر يعني باسم الهاشتاج يعني م. احنا ترد عليهم بالهاشتاج لا لا احنا متواصلين ثاني كاين هاشتاج صغير ولكن مازال ما مشاش اللي هو تحرير عقلك من ذاك الشيء آه معركة تحرير تحرير ذاك الشيء من ذاك الشيء لا لا التحر... معركة تحرير عقلك من ذاك الشيء جديدة هذه آه. <applause> ولكن المشكلة آه أنه أنا عندي أنا دخلت حتى للصفحة تاع أحلام مستغانمي ورديت عليها دام هي تكلمت على المهن قلت لها, لها لو حبذا لو حبذا إذا عندك بنت تزوجيها بكاش كهربائي باش تعطينا يعني صورة واقعية لتشجيع هذه الفكرة وهما راح يفرحوا أنا متأكد باللي جماعة تاع لا راه قولها الكهربائية اللي قبل <applause> أه أه لا او احلام او هذه هاجر حمادي لو وكانت تزوج بكش عام من نظافه في الجزائر راح تعطينا مثال يعني واقعي ونفرحوا احنا كاع بهذه الحمله انها اتت اكلها ويكون كاين تزاوج بين القلم والمهن نعم نعم السيد محمد خبزي اذا مثل ما قال سي بن حمو الان هو يقول لك الان وصلنا لمسقي وهو قضيه الدين والعلمانيه وانتم تتحدون هذا الشعب المسلم <applause> المتجانس أنتم بهذا الهاشتاغ وبهذا التحرير وبهذه المعركة تفرقون بين الجزائريين أنت تحدثت في البداية عن أنكم تحاول أن تحاولوا أن تجمعوا وتحاولوا أن تتغاضوا وتحاولوا أن تفوتوا مم. هذه النزاعات وهذه الفرقة هو الهدف أنتم بهذا يعني تخدمون الهدف المعاكس تماما دكو أه باش نجاوبوا برك كيجبد موضوع مهنانا وتساعد هذاك موضوع اخر خارج من إطاق الهاشتاغ ما راحش نحكي فيه راح نولي النقطة ديالو كي قال بلي التزويج حبذا لو تزوج ابنتها و ديجا هذا الشيء يجي نهار نتحدثوا عليه ثاني لازم نتحروا منه هذا الشيء لا لا نتحدثوا على هذه الفكرة حنا جامي شخصنو وقتها فكرة هذه الفكرة راح نخضعوها نسموها شيء ويجي نهار نحكوا فيها واللي هي انك تزوج او لك باللي في طاق مهنه آه تنصر مهنه انك اذا تزوج بنتك الكهربائيه حنا رانا نسيو نرفعو من شان المهن اذا جيت تحترم صاحب مهنه ماشي معناتها تزوجو مشي معناتها تزوج به ولا تزوج وليده ديجا حابين ترجعونا للقرون الوسطى وين الملك يمد بنته للاماره واحده اخرى باش يوطد لا. لا لا ما تقاطعنيش الله يسترك هكذا باش نكملوا معليش لا لا ديجا هذا شيء في حد ذاته يجي نهار نحكوا فيه انك مدي بنتك روحي تزوجي هنايا وراها لا لا خليني نحكي, يعني. خليني, نحكي خليني نحكي خليني نحكي قلت شخص انا وجبتوني نحسبك بهضرتك معليش هضرتك قلت اني تزوجي روحي تزوجي وروحي ديري هنايا تزوجي وروحي ديري ديجا حنايا هنا يتزوجي مفهوم الزواج في الجزائر راو هنا بلي نقولوا بلي الماترياليست وبسبب المهنه وبسبب العمل ديجا هذا التكريس للنظره بنظره مغايره انك ما دام اذا حبيت تتجاوز تجابه انك لي ماترياليست يتزوج بنت مدير ولا ماشي معناتها تحفز انك تجي المره واحده اخرى تقول لي بلي هادو كيتزوجوا معايير الزواج ماشي ما تكونش ما عندهاش علاقه اصلا بالمهن ولا بسمو عندها علاقات معايير مغايره هذه نقطه مم. النقطه الثانيه نجيو نحكوا لها نحكوا فيها واللي هي انك قلت بلي آه كي قلت بلي العلمانيه وانك تهدد تتهدد نسيج المجتمع انا نقول لك بلي راك غلط إيش نقول لك بلي راك غلط؟ حنا ما رانيش نحوسو انا ما رانيش نقول بلي الدين كما قلت بلي نتايا رانا نسيج مجتمع ولا حنا التدين ظاهره فرديه وان كان هذا موضوع صغير من هاشطاق يعني راك تركز على نقطه واحده بورتو حنا رانا حابين نحكوا على المبادره ككل وليا مبادره اجتماعيه ثقافيه وفيها نقطه واحده اخرى مادا بيان جوج واحده اخرى ما نطولوش في الموضوع معليش نفصلوها ونقول لك وين كان هذا الموضوع يعني الاكثر جدليه خلينا نكونوا واضحين معليش داكور انا مادا وان كان باللي الموضوع على الهاشتاغ نعطوا له فرصه باش نحكوا على الجانب الاجتماعي كي قال نزول للواقع نحكوا شويه على نزول للواقع معليش نركز لك انا على هذه النقطه نقول كي قلت لي التدين حنا ما نقولوا باللي كما قلت يروح الكنيسه نحكو حنا نقولوا بلي كي يكون تديين يكون فردي يكون شخصي انت راك تصلي الاخر ما يصليش صافي با تجيني حنا من جانب الهاشتاغ تاعنا نحوسو نرسخو ثقافه التهاب روحك ثقافه واش دخلك انك ثقافه هذا ما يصليش جيت تحكي معاه باش توعيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر راني قابل انا نقول لك بلي دوكا تقول لي روح أنهاه ولا أمره بالمعروف لو فات لي يقول لك بلي خويا اسمح لي حبس واسمو السلام عليكم طفله ما لابسه حجاب تقول لي بلي أه تروح تهضر معاها وتقول الحجاب لو فات ودن راهي في نطاق الحوار في نطاق المبادله واحد ما يدنا بالعكس هنا محموده لو فات اللي تغلق الباب سلام عليكم ما تقدرش تجي تبدا تحضر فيها في الحومه ولا هذيك معناتها سافره يعني عاهره ولا محجبه يعني طاهره يعني هادو هادو ما يحوسوا لي طابو هادو يعني اللي راهم في اللاوعي تاعنا نضنا بهم نحوسوا نسيجو نزعزعوهم انك على الاقل تضمن باللي لي زابارونس سون سوفون ترومبوز ديجا ما يعني انتم لستم ضد الدين وانتم ما تصفونه انتم ضد ما تصفونه بالتدين المنافق بالتدين المنافق يعني انك ظاهرة اجتماعيه مثلا انا راح نحكي لك في نقطه واحده اخرى واللي هي هذه راح تلمس فيها في الصميم مثلا نقول لك باللي احنا المجتمع عنده تدين شعبوي تدين شعبوي تدين شعبوي نقول نعطيك كظاهره ما كشعب يعني هذه الظاهره من تدين اللي رانا حابين نركزوا عليها مثلا أنا في نطاق الهاشتاج يعني وان كان ماشي هو الكل. أتفضل احنا نقولوا كي قلت لك باللي تدين الشعب مثلا احنا في المجتمع مجتمعيا مقبوله انك واحد تارك صلاه ولكن غير مقبوله اجتماعيا انه مفطر رمضان. يعني احنا علاش هذا في حين هذا تناقض صارخ انك تكون ما تصليش وتصوم بصح علاش؟ وان كانت الصلاه اولى من الصوم. و... اولى طبعا. وان كان انا كنقول باللي انا هذا تارك صلاه ما يصليش ويصوم وبورتون الصوم قادر بالك يقتلك لو كان تاكل قدامه بورتون الناس كاع ما تصليش وما واش سامع علاش باسكو الشعب كتدين ولا تدين شعبوي اجتماعي أنك يفرض نكمل هذه الفكره الله يسترك انه يفرض عليه انه اذا ما صلاش راه مقبول اجتماعا الي طوليري دونك يل سون مي راهو هذاك الصيام راه. في المجتمع طالوا قيمه واسمو يترسخ فيه انه هذاك واجب يعني ولاك مقبوله ما تصليش بورتون تصوم دونك يعني نعم نعم نسأل نعم, نعم. نعم. تدين فردي كقلقة. وصلت الفكره يعني هنا الرسخ في نظام في نفاق ديني نفاق وصلت, وصلت يعني. الفكره سي فتح بن حمو اذا قال لك هم لسوا ضد الدين او التدين بالفعل كل واحد يمارس دينه كما يحب أيوة كل واحد يمارس أيوة. دينه مثل ما يؤمن لكن هم ضد ما وصفوه بالتدين الشعبوي التدين المنافق هذا يجب أن نتحرر منه ينبغي أن يكون الإيمان موضوعا وإيمانا حقيقيا وصادقا يعني حابين الجهود وين كاين الناس ماشي يعني غير تفضل هذا هذا في في الحديث في الحديث او يقول باللي احنا نرسخوا ثقافه هلا بروحك ودبر راسك المسلم المسلم مهما كانت طبيعته هو مسلم لنفسه ومسلم لمجتمعه يعني ما كانش مسلم لنفسه فقط حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الدين المعاملة يعني المسلم عنده عنده أعمال عمودية وهي بينه وبين ربه وعنده أعمال أفقية وهي بينه وبين الناس المسلم من سلم الناس من لسانه المسلم لا يؤذي جاره المسلم يتعاون مع جاره وأخيه ووطنه يعني هنا هذه تاع دبر يعني هذه مرفوضه جمله وتفصيلها ما كانش واحد يدبر الرأسه ولكن كاين حاجه انه الانسان قبل ما يمد النصيحه هناك شروط للنصيحه هذه وحده وقبل ما يمد النصيحه يكون هو عامل بها يعني هنا هنا الامور اما ان يتخذ بعض الشعباويين تصرفات موروثه من التقاليد البالية من المجتمع وينسبوها إلى الدين أو يقوم بعض المثقفين بنسبة بي 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 يعني إلى الظالم, الدين التعميم الظالم. التعميم, الظالم. لا الإسلام معروف مبادئه وعندنا المرجعية الجزائرية هي المذهب المالكي وعندنا المشايخ نتاعنا ما شاء الله يعني هذه الأمور ما فيهاش اختلاف يعني نحن ما نجتمع عليه أكثر مما نختلف عليه يعني الناس تختلف في الفروع ولا تختلف في الأصول لذلك تناول الدين حتى في الهاشتاغ يجب ان يتناول لكن من لكن, لكن البعض سيد من حمو البعض يقول لك انه قضيه هذا التدين الشعبوي او المنافق مثل ما وصفه السيد محمد خبزي وغيره يقول لك اذا كان فعلا هذا التدين صحيح موجود لماذا نشوف هذه الطوابير تاع السيارات اللي راهي متجهه نحو تونس من اجل قضاء عطله نهايه عيد نهايه السنه آه هذا تعايش آه يعني آه يعني هنا في الجزائر يريدون ان يبرزوا شيئا وفي الخارج يريدون ان يعيشوا الحريه لا 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 لماذا لا لا لا. هذا التناقض هذه الازدواجيه هذا لا هذا مجتمع فيه الغثي وفيه السمين فيه فيه المتدين والغير المتدين فيه الملتزم والغير الملتزم لا ما لازمش نعالجه مثلا اذا كان الناس تروح راهي تروح لتونس باش تقضي آه سنوات آه عطله نهايه السنه ماشي معناته بلي هذا الشعب خرج من الدين حتى اذا كان تدين مغشوش كاين علمانيه مغشوشه حتى العلمانيه الموجوده في العالم العربي من اوسخ العلمانيات الموجوده في العالم كيف؟ كيف انها دائما تقف مع دبابه في وجه الشعوب، بينما العلمانيه في اوروبا وفي امريكا نجدها تقف مع الضمير الشعب تاعها. يعني تنوير ظلامي هذا. اه تنوير ظلام تنوير... نعم نعم، تنو... مج... مج... هذه هاته... ظلاميه في هيئه نور، يعني مصباح محروق. مصباح. هذا اي دوك كيما كاين التدين المغشوش، كاين ثاني العلمانيه المغشوشه، انت انظر مثلا لما تكلموا على الدين. لما نتكلم على الدين حتى جورج واشنطن لما أقر الدستور في أمريكا استعان بأهل الدين دعني أذكر لك يعني جزئية صغيرة جون جاك روسو في كتابه في روح القوانين ماذا يقول يقول لك أي مؤسسة سياسية إذا أرادت أن تكون دولة ولا تعتمد على من أحد أساسي أحد يعني أحد أساسياتها الدين فهي مؤسسة فهي مؤسسه فاشله يعني, يعني... هم يزيدوا في التنوير على جون جاك روسو يعطيك صحه احنا لا ما نعتمدوش على الدين تاعنا كمكون اساسي اه مثل ما قيل في بيان اول نوفمبر دوله شعبيه ديمقراطيه تحت المبادئ الاسلاميه يعني انا ما يمنعني ان اتواصل مع اخي هذا ما يمنعني ما يمنع بغض النظر الاختلاف تاعه ما يمنعني صحيح. وما يمنعه هو بان يتواصل معي او أن تكون لدينا اعمال مبادرات اذا نعم. كانت فيها إذا كان فيها المصلحة الوطنية <applause> نعم السيد محمد خبزي لا تحاولوا لا تحاولوا أن تهمشوا دور الدين في مجتمع مثل المجتمع الجزائري لا تحاولوا أبدا إذا كانت هذه مثلا في الفيسبوك هنالك بعض التضامن وبعض التعاطف فشعبيا الأمر مختلف جدا جدا ويعني أنتم كبداية لو أردتم مثلا أن مثل التخلص من قضية التدين المنافق أو التدين الشعبوي فيجب أن ترسموا لأنفسكم صورة تضادية وصورة يعني معاكسة للتيار الشعبي المتدين في الجزائر اولا أه حنقول لك بلي اغلب الاسئله اللي طرحتهم ما حش نجاوبك فيهم في خارج الهاشتاك كما قلت أه ينسبها للدين وحنا ما هضرناهاش انا نجاوبك على النقاط اللي قلتها نجيك من النقطه الاخيره كي قلت ماذا يمنعني لو آه ماذا يمنعني آه لا لا دينا نهضروا فيها يا دي هذا هو التعايش <سؤال> يعني خليني نكمل لك كي قلت ماذا إحنا حنا طاقة ويقول على هذه العفسه يعني ماذا يمنع انه نريحوا ونهضرو ونقصروا كل واحد يجي قناعته احنا حنا نحوسوا على هذه هذه العفسه الاولى العفسه الدوزيام كي قلت بلي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما قلت الانسان لمجتمعه وقلت بلي الدين والمعامله وقلت بلسانه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده حنا نحوسوا على هذه إحنا الهاشتاج ويقول لك التهاب روح واش معناتها احنا نحوسوا التهاب روح يعني, يعني, ما فيش تعارض يعني ما كان حتى تعارضوا في راس او, داير يعني احنا رانا كونتر وبدرا يسيل السقع فايس ما عندهم حتى معنى هنايا كيقول لك سلم المسلمون من لسانك انا نحوس عليها الجزائري يسلم من لسانك ويدك من لسانك ما تهضرش التهاب روحك هذا هو من لسانه ويديه ما تدناش هذه العفسه دوزيام العفسه كيقول كي لك بلي تغيير المنكر بيده فمن ل... فب... فان لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع ف... فبقلبه وذلك اضعف الايمان. حنا كي تجي تغير منكر اك قبله راك في تغيير منكر بيدك. اذا ما رفض راك قلته بلسانك او قبلها، ما قبلش نصيحه غيرت المنكر في قلبك، قل حسبي الله ونعم الوكيل وروح على روحك. عادي. سيد خبزي فيها في نقطة. كمل معليش الله آه. يحفظك، عندي نقطة نسي ندير الاسترسال. آه. كي قال عندنا علمانيات مغشوشة عند العرب. حتى مازال ما شفناش علمانية عند العرب. ما كا علمانية علمانية كخول في حين في حين قلت ولكن لا لا, لا قلت علمانية انا نحسبك بكلامك ولكن قلت ولكن قلت في حين علمانية أمريكا وعلمانية فرنسا وأنها تقف للضعيف مع وحنا ال... من جهة تجي جي علمانية ومن جهة تبدأ علمانية وأنتم يعني أنتم كعلمانية يعني على جون جاك روسو في التنوير لا لا اسمح لي أنا نولي له نقطة كي قال لك أنا عندي مبدأ حنا دائما ما نقدسوش كي قلت لي حد زايد عليه انا ما زايد نزايد عليه ولا يعني هو فكر والفكر يناقض بالفكره الفكره ماشي يحبس عنده ولا يحبس عند غيره وان كان هذه الفكره راهي خارجه عن الموضوع كما قال لك مكو... انا حبيت نقول لك قال لك امريكا توقف عند الضعيف عند ضد القوي وفي حين يقول لك العلمانيه ما تاكلش بورتو رانا نشوفوا في لاميريك يقول لك ها اقليات هذا مسلم هذا بودي، هذا مسيحي هذا ينشر دينه هذا ينشر الدين تاع الاخر واحد ما يدنا في حين يشتركوا في المواطنه انهم كامل مواطنين واحد ما يدنا على هذه النقطه على يعني هذه النقطه سيد خبزي فقط انتم الا ترون بانكم يعني رسختم ثقافه نحن وهم نحن نريد ان نحررهم نحن من لدينا الحقيقه لما تقول لي معركه تحرير يعني مم. أنت تملك الحقيقة المطلقة وتتهم غيرك بالظلامية وتتهم غيرك بالجهل طب. هذا ترسيخ لفرقة هذا ترسيخ لاستعلاء معين واستحقار شيء واستحقار الغير نجاوبك هنا كي قلنا شيء ما قلناش بنادم يعني انت كي اصلا لما انت تحررني من الشيء يعني, يعني, يعني انت تمتلك الحقيقه انا انا دوني يعني انا لا افكر أحن انا لا اعرف مصلحتي اولا ما حرك يحرك انتايا بالعكس اولا انا عشان نقولك بلي عندي الحقيقه لأن الحقيقه ما كان حتى واحد مالك الحقيقه ما كان حتى واحد الحقيقه ريلاتيف رولاتيف نسبيه, نسبية. هناك مقوله كبيره وان كان أنا نقولها شخصيا كما تاع الحلاج يقول لك باللي الحقيقه مراه سقطت فلقط كل واحد منها جزءا فما يرى منها يعني يقول لك باللي الحقيقه راهي مجمله واحد ما راح يشوف الحقيقه بالعين المجرده خاطر كل واحد والاكسبيريونس ديالو في الحياه واش شاف واش عاش يعني محال حنا رانا متغيرين هذه العفسه الاولى العفسه الدوزيام يعني ما نقول لك بلي حنا نملك الحقيقه ماش. الثانيه سيكو ما نحرك انت بالعكس حنا عندنا مشكل رانا نشوفوا فيه راني يعني جاي ندعيك نقول لك اه يا نشدو يد بيض نحرو هذيك العفسه <applause> نشوفوا هذاك المشكل ونحكوا يعني ما رانيش نقول لك باللي انت راح نحرك نعم السي فتح بن حمو اذا الا تعتبر بان هذا الهاشتاج وهذه الحمله معركه تحرير ذاك الشيء هي للمصارحه لنصارح انفسنا لنعرف انه عندنا الكثير من المشاكل عندنا الكثير من الامور السلبيه من عندنا الكثير من الطابوهات أيوة. عندنا الكثير من الكبت فعلا. <applause> لماذا لا لماذا لا نصارح انفسنا به؟ لماذا لا نعلن الحقيقه ونبدا بالعلاج؟ يعني لنشخص مرضنا ثم نتحرر من هذا المرض. ألا ترى بان هذا هو جوهر هذه الحمله. شوف اي حمله تكون المقصود منها هو تحرير العقل من برافين الجهل ومن مخلفات الحقب التاريخيه والحقبه الاستعماريه نحن معها بشرط ان تكون ممنهجه واكاديميه. وتراعي المكونات هذا الشعب نحن معها، اما انها تتجنى على مكونات الشعب وتعتبر تعتبر بعض بعض المكونات كرواسب تاريخيه يعني حالت بيننا وبين التقدم نعم الحاجه اللي تحيل بيننا وبين التقدم ولا ولا ولا, ولا, ولا تعارض ما اجمع عليه الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع امتي على ضلاله وما اجمع عليه الناس من عادات لا تتعارض مع الشرع لان الله استخلفنا في الارض ورضي لنا دينا ان يكون منهاج حياه، منهاج حياه عادي، منهاج حياه، انسان مسلم يقوم بواجباته نحو المسلمين ونحو نفسه ونحو ربه، هذا الشيء لذلك لا يمكن لا يمكن ان مثلا نجاري حمله تكون الامور فيها غير كما نقولوا غير دقيقه اما المواضيع اللي اللي انا على حسب ما شفت في الهاشتاج هي امور قد اثيرت من قبل ولكن اذا كان الهدف منها ما نحن لا نشكك في النوايا ولكن اذا كان الهدف منها هو تحرير الانسان من القيود التي تمنعه من التطور وتمنعه من ان يكون في مصاف الدول الكبرى فلا مانع لذلك ولكن باحترام خصوصيه هذا الشعب وباحترام عدم حتى اذا اردت ان تنقل يعني مجتمع من البداوه الى الحضر يجب ان تكون الانتقال سلس، اما ان يكون كله تكونش قطيعه آه تكون قطيعه فهذا لا فهذا لا بقى انا احنا قلنا بالاحترام المكونات لهذا الشعب، يعني هذا الامر احنا لا نتعارض اذا كان بهذا لا... بهذا المواصفات، اما ان يكون الامر مفتوح بداعي حريه التعبير وحريه الرأي حرية الرأي يعني واحد يتهجم على مقدسات ولا على ثوابت ولا على تاع أمة بشأن أنه كل حاجة نقدر نمد فيها رأي لا هي كل حاجة لازمها مول الاختصاص والعلم نتاعها والناس اللي عندها الأدرى بهذه الأمور نعم. حتى حتى كذلك حتى الشمولية اللي تتمتع بها كل النظم العربية كل النظم العربية شمولية؟ ما خلتناش نتقدموا لانه اول من جاء باللامركزيه هو الاسلام، لانه الاسلام قرر في الفتوى انها مختصه بمكان وبزمان نعم، نعم، يعني نعم. لذلك 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 اللامركزيه في في التعامل يجب ان تكون يعني نعم، سي بن سي محمد خبزي اذا يعني المجتمع الجزائري طيله 132 سنه تحت نير الاحتلال، هذا الاحتلال الذي حاول ان يسوق وحاول ان يسوغ لافكاره عبر التنوير وعبر الحداثة وعبر العصرنة يعني هذا المجتمع الجزائري رفضها رفضا قاطعا ورفضها بالقوة يعني تأتي اليوم لتعيد هذه الأفكار عبر هاشتاغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا عبث أولا آه، معليش معلش نجيب النقطة الأخرى ونولي بس راني مسجل كلش كي قلت دركا باللي فرنسا جابت وحابين حنا نديرو افكار تنويريه تغريب معليش 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 انا نسيت القائل واسمو شكون ولكن قال لك باللي من الاسف من الاسف اننا ان التنوير جاءنا في ثوب استعماري يعني احنا في اللاوعي تاعنا اصلا غير نجي في بالي حداثه تقبل الاخر تعايش سلمي تعايش ديني تفكروا استعمار علاش خاطر الاستعمار ولي جبل جاب يعني احنا في اللاوعي تاعنا اصلا عندنا رفض لانه لانه فقط لو فاكتور هذاك سيتي ان كولوني بورتون لو كان جات بثقافه واحده اخرى ودرنا ثوره فكريه راح نتقبلوا هذه نقطه نزيد نجاوبك في نقطه واحده اخرى سيد بن حمو قال لو كانت الحملة في إطار العقلانية وتدعو إلى العقل نتقبلها في حين تحرير العقل في حين كان خطاب عاطفي استجداء يعني الاصل وجدود وحنا وبكري بورتون هذايا خطاب يخاطب العواطف اصلا إحنا كنحبوا نبنوا مجتمع مجتمع دائما يكون 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 عقلاني انك ا آه بلس نحطو كلش مجتمع يتقبل هذاك الخليط اللي راهو فيه العفسه الاولى العفسه الثانيه كي قلت باللي الدول الكبرى كيما راهو في الدول الكبرى لو كان ولوا هكذاك الدول الكبرى كلها راهي علمانيه يعني راك تناقض في حتى رهيب كي قلت باللي العلمانيه ضد وقلت باللي الدول العربيه كلها كاين قطيعه وكاين شموليه وهذه الشموليه ما خلاتناش نتقدموا في حين راك بور انه هذا النظام الفكري يزيد يستمر في الدول يعني ما فهمش عافس على مسمار تزيد تدق فيه العفسه الثالثه انه درت قلت بلي ضد التهجم على المقدسات حنا كامل رانا ضد التهجم على المقدسات شكون هذا اللي يطيح لهذا ولا يطيح لدير كيما حنا نحترموا البوذيين ونحترموا المسيحيين ونحترموا اليهود نزيدوا نحترموا المسلم الناس كاع تتعايش اون بي تتعايش كامل واحد ما يطيح الاخر علاش نطيح حنا ندهنوا ندعو ندعوا للتعايش مو في حين يقول لك بلي او شي المقدس رانا كنت ضيف دي رانا ضد المساس بلي تسب لهذا ولا تسب المسلم لا نقطه واحده اخرى انك قلت باللي نقطة أنا عجبتني بزاف كي قالك باللي لو كانت كانت المبادرة عرفنا الهدف تاعها ومن اطار اخصائيين وناس تمشي لقدام احنا علاش واش رانا نديرو هنايا حنا كيفاش بدات بدات بازال هاشتاغ بدا رانا لحقنا 3000 3000 واش 3000 سمع رانا لي برومي في لاجي كسو ذاك داك الشيء ولا ذاك الشيء بالهمزه وان كان الهاشتاغ ديالنا الرسمي ذاك الشيء باليان بالدرجه بالياء داك الشيء تحبس لتم معركه تحرير داك الشيء تحبس هذا هو الهاشتاغ الرسمي تاعنا راني لحقنا اكثر من 300 لكن نجمعوا هاد الزوج اختلاف صغير صرا فسمو في حين هنا اي بازال ومن بعد طلعوا كاين دي بون بروفيل دي فيزاج بوبليك وين كانوا متانا حابين يتبناو التغيير كسو سوا هنايا لوكال ولا لي طونجي كاين ناس عرفدونا راني يعني نقول لك باش ما نعاودوش نولوا تسمى انا لحقنا دوزيام نيفو خليني نكمل لك واش انا طامعين باختصار <applause> فقط <طلع> التروازيام الوقت <applause> تاعنا سي <سيلي تصفيق> حنا الميديا انك انت كي تكون معروف تقدر تزيد تهبط للواقع ويكون كاين احتضان للهاشتاغ من طرف أكاديميز ماكونش ترفد رساله مشعل وتمدوا، حنا ماغناش محتكرينو بالعكس حنا ماذا بينا نزيدو نروحو بعيد نرفدو الهاشتاغ ديالنا سيد خبزي في جمله بسيطه في جمله تقطير. بسيطه ما مستقبل فضل. هذه المبادره وهذه الحمله؟ مستقبلها هو الواقع انا ما يهمنيش نقعد في الافتراضي بقد ما يهمني اني نحبط للميدان ونشجع نشجع في التعايش في الاحياء في المدارس وفي في في في, في, في ما مستقبل هذه المبادره وهذه الحمله في نهايه الحصه؟ المستقبل دوك الناس الواقفين عليها يأطروها ويضعوها في نصابها لتخدم جميع شرائح المجتمع بدون إقصاء بدون تهميش بدون تهكم على أفكار الآخرين إن شاء الله يكون فيها ولكن نحن دائما نرجع للقاعدة التي تقول أن البكتيريا لا ترى بالعين المجردة إلا في العالم الافتراضي فهي خارج حجمها خارج حجمها نعم رد يعني على هذه الجمله يعني, آه كيف 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 يعني ما هو بعد سهل <تصفيق> <تصفيق> لا لا كيف ما وكذا كذا منا من يعني. <applause> نعم اشكرك جزاك الله عن النطاق، لا لا انا مادابي نقول كلمه بصح في اطار الهاشتاغ ماحش نرد له انا مادابي. يعني تفضل يا اخي تفضل راه. حسبت اللي قال لي رد له يعني. انا حبيت نشكر الناس اللي وقفوا معنا، الناس اللي شاركونا بافكارهم، الناس اللي حكوا سيرتو يوم التحرش كان يوم مميز بزاف. الناس شاركونا وقائع باختصار فقط انتهى الوقت معليش انا حبيت نشكر كامل اللي شاركونا وماذا بينا نروحوا ابعد نروحوا للواقع شكرا ما كلمه اخيره احنا ماذا بينا اننا نتواصلوا مع اي الناس في اطار في اطار خدمه الوطن و... ويكون ويكون هذا التواصل عنده نتائج على ارض الواقع. أشكرك جزيل الشكر السيد فاتح بن حمو الناشط والصحفي كما اشكر ايضا السيد محمد خبزي الناشط في حمله معركه تحرير ذاك الشيء. كما اشكركم مشاهدينا الكرام على كرم الانتباه والمتابعه الى مواعيد اخرى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.